ماذا يحدث في القطاع العقاري في الكويت؟ تساؤل ارتفعت أمامه علامات الاستفهام مؤخرا عقب تذبذب شهده أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الكويت، الذي سجل أدنى مبيعات له منذ 4 أعوام بحسب تقرير اقتصادي. العقار يمرض ولا يموت، مقولة أصبحت لا تعدو كونها جملة على ورق، إذ أن الواقع يقول أن العقار حالياً في وضع الميت إكلينيكياً، نظرة تشاؤمية نقلها بعض المحللين الاقتصاديين. بورصة الإيجارات هي اللي عينها هو المستأجر، واليوم أغلب المستأجرين عندنا بالكويت هم وافدين. فاليوم الوافد إذا ما كان هم بالعدد اللي كانوا عليه بالسابق، هذا بطبيعة الحال حيعمل نوع من الهزة للإيجارات. وتقابل تلك النظرة أخرى تفاؤلية، فرغم موجة الركود والتراجع التي سادت العقار الكويتي، إلا أنها مرحلة مؤقتة وستعود لها الحياة من جديد. دائما العقار في انخفاضاته أو ارتفاعاته لا يكون سريع، دائما بطيء. هو مو مثل السهم، السهم ممكن يطلع خبر واحد اقتصادي أو سياسي يأثر عليه بشكل سريع. العقار بطبيعة الأصل هذا الاقتصادي يعني قل التأثير عليه يكون قليل، فبالتالي يبدي يرتفع تدريجيا. يعني احنا شفنا من 2010 إلى 2014 الارتفاع ما كان بين يوم وليلة، ارتفع مدة 5 سنوات أو 4 سنوات. نحو 30% فقدتها السيولة العقارية في الربع الثاني من العام الحالي، نسبة تكشف حالة الركود الذي يعاني منها أبرز القطاعات الاستثمارية في الكويت. والملفت بقاء الإيجارات السكنية تراوح مكانها دون تغيير كبير. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس. متابعة لهذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس اتحاد العقاريين الأستاذ توفيق الجراح. بداية أستاذ توفيق، أهلا بك. ماذا أصاب القطاع العقاري في الكويت، وهل هناك إحصائيات وأرقام تبين فقد السيولة في الفترة الماضية؟ يا هلا مرحبا. ما في شك، يعني انت بدأت تعرفكم ان فعلا العقار يمرض ولا يموت، ويظل العقار يعني هو الملاذ الامن حق المستثمرين داخل الكويت. طبعا اللي حاصل الان حاليا هو نوع من التباطؤ يعني في تداول العقار، والتداول هذا واضح طبعا. يعني السبب الاساسي الظروف العامه طبعا السياسيه المحيطه فينا، وكذلك حقيقه نزول اسعار النفط، ومهم المتعلق في سياسات الحكومه، هل الحكومه راح تستمر في موضوع الانفاق الراسمالي مالها، هذا راح يكون تاثرها على الانفاق الجاري. كل هالمسائل هذه حقيقه يعني قاعد تاثر على توقعات المستثمرين، دائما المستثمرين يشتغلون على التوقعات المستقبليه. هذا من جانب، فبالتالي اسعار العقار في لها محركين اساسيين، المحرك الاساسي مالها هو الطلب الحقيقي، وهذا حقيقه الحمد لله رب العالمين متوفر بالكويت. نعم. واللي مثله حقيقه نسب الاشغال. نسب الاشغال بالكويت حاليا سواء في الاستثماري او التجاري تعتبر من اعلى نسب بالعالم. يعني بالاستثماري لا زالت نسب الاشغال بحدود 95%. بالنسبه حق التجاري لا زالت حقيقه التجاري قاعد تحكي عن التجزئه المعارض بحدود تقريبا 98%. نعم. عندنا المكاتب قاعد تحسن وصلت تقريبا فوق 85%. نعم. بالتالي حقيقه الوضع العقاري من ناحيه الاساسيات وايد صحي. نعم. السؤال هنا استاذ توفيق، عذر على المقاطعه، لكن رغم الانخفاضات الكبيره التي شهدتها اسعار العقارات، بقت الايجارات السكنيه ثابته، فبماذا تفسر هذا الوضع؟ لان في اشغال، في نسب اشغال عاليه. يعني بالنسبه حق الاستثماري بالكويت ما راح يتاثر الاستثماري هذا الا في حاله ان الحكومه او الوافدين طلعوا من الكويت. يعني اذا طلع من عندنا 15,000 عائله بالكويت وافده، نعم، بالتالي راح نشوف انخفاض الاشغال 5%، وبالتالي هذا راح يتراجع الاجار. فالاجارات مستقره بسبب اساسي انه في طلب حقيقي. نعم. شلون؟ نعم نعم. الان اسعار العقار لها مؤثرات اخرى، لها مؤثرات تتعلق باسعار الفائده، ها؟ لها مؤثرات متعلقه هم حقيقه يعني نعم بالسيوله داخل السوق، الاوضاع الاقتصاديه، توقعات الناس، هذه كلها امور اخرى تاثر على اسعار العقار. نعم، اتضحت الصوره. رئيس اتحاد العقاريين الاستاذ توفيق الجراح، شكرا جزيلا لك.